توجه سمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة نجد سمو ولي العهد حفظهم الله فريق الدروع الملكية بطلا للنسخة الثالثة لبطولة المدفعية الملكية الرمضانية لكرة القدم المقامة تحت رعاية سموه، والتي تقام على ملعب المدفعية الملكية بحضور العميد الركن خليفة بن حسن الخليفة قائد المدفعية الملكية وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وقد جاء تتويج سموه حفظه الله لفريق الدروع الملكية بعد فوزه بنتيجة 3-2 على فريق الحرس الملكي في ختام المسابقة. وبعد انتهاء المباراة تفضل سمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة نجد سمو ولي العهد بتكريم أصحاب المراكز الأول والثاني وأفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة وأفضل حارس، كما قدم لسمو هدية تذكارية من قبل قائد المدفعية الملكية بهذه المناسبة. وفي الختام أعرب سمو عن سعادته لحضور هذه الفعاليات الرياضية التي تنمي روح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي، والتي تعكس التطور والاهتمام الذي تشهده الحركة الرياضية في مملكة البحرين، شاكرا قوة دفاع البحرين على دعم مثل هذه الأنشطة الرياضية والمدفعية الملكية على إقامة هذه البطولة للعام الثالث على التوالي، وجميع الوحدات المشاركة واللاعبين، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.